أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك يا الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. وإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار ومثل ذلك ألفا ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد ذرات الرمال ومثل ذلك ألفا ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أنت أن تصلي وتسلم عليه. صل اللهم على سيدنا محمد وتقبل منا الصلاة عليه. يا مصطفى، من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ أيها الإخوة المؤمنون، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني الطيب في الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة مشكورة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة لرواد بيوت الله تعالى وخدمة لمتابعي هذه اللقاءات عبر صفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. هذا الأسبوع إخوة الإيمان يقام بمسجد عصفور بشبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية، ويقام تحت عنوان تقام هذه الليلة تحت عنوان فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير الورى نسبا، هل تسأل الله لنا عفوا وغفرانا؟ سيدي، يا من نرجو شفاعته، إذا شفعت فالذنب كله هان، فاشفع فأنت شفيع الناس كلهم. ولم يشفع سواك الله إنسانا، أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا علما وحلما وإخلاصا وإيمانا، فأنت أفضل خلق الله مكرمة وأنت أعظمهم حسا ووجدانا. أيها الأحباب، هذه الليلة التي نحياها في رحاب سيرة سيدنا رسول الله وفي بركات ونفحات الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بضيوفنا الأفاضل الكرام فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف شبرا الخيمة غرب، وفضيلة الدكتور زكريا محمد السيد زاهد من أئمة وزارة الأوقاف، نسأل الله له التوفيق. كما معنا قارئا الليلة بإذن الله تعالى ومبتهلا المبتهل الشيخ
المبتهل الإذاعي والتلفزيوني المعروف الشيخ محمد حسن الصعيدي، ونستهل ليلتنا هذه بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. الشيخ محمد حسن الصعيدي يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد
كان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله
ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وأنت أصدق القائلين، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. استمعنا إخوة الإيمان إلى آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي. استهللنا بهذه التلاوة لقاءنا الطيب هذا في هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يقام الليلة بمسجد عصفور بالشبرة الخيمة غرب بمحافظة القليوبية تحت عنوان فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا من هذه الليلة بركة ورحمة ومغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورفعة في درجاتنا، وأن يكتب لنا الله شفاعة نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يرزقنا بفضل الصلاة عليه الورود على حوضه الشريف، وأن نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نرحب أيها الأحباب بالحضور في هذا المسجد، نرحب بحضراتكم ونرحب برجال الأوقاف فضيلة الشيخ ماهر سعيد مدير إدارة أوقاف شبرا الخيمة غرب، والشيخ علي عبد النعيم زهران مدير إدارة أوقاف شبرا الخيمة شرق. أيها الأحباب، نبقى مع هذه الكلمة والموعظة يلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف شبرا الخيمة غرب، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه بما هو أهله، فهو أهل الحق والمجد وأهل التقوى والمغفرة. سبحانه لا نحصي عليه ثناء ولا نبلغ حقه توقيرا وإجلالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثائب وثابت؟ أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب؟ أرأيت الأرزاق كيف دبرت؟ وهل الطير زارع أو كاسب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت فأعطت لبنها لكل حالب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون سابق علم أو تجارب؟ أرأيت نفسك ضاحكا؟ أرأيت كيف تثاءب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام المذاهب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب. وأشهد أن سيدنا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم شهادة لا ينكرها إلا جاحد أو كافر. سل العدول عن رسول الله
هل عابه في الحق عائب؟ سل الشهود عنه، سل الشهداء عنه، هل كانت له في الدنيا مآرب؟ سل السيوف والرماح، هل حملها مثله محارب؟ سل أم معبد، كيف سقاها اللبن والشاة مجهدة وعازب؟ سل الزمان متى توقف، وسل المكان كيف تقارب؟ سل الشمس، سل القمر عن أنواره وضيائه إذ الكل غارب. سل أبواب السماء كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب. سل الملائكة كيف اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب. سل الروح الأمين متى توقف عند الحجاب ومن الحاجب. سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة فمن الساقي ومن الشارب. فكفاك يا سيدي يا رسول الله أن من صلى عليك صلى عليه الله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين عدد ما في الدنيا من عجائب وغرائب. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تلك الليلة الطاهرة المباركة من ذلك الشهر الطيب المبارك، شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر شعبان الذي نسبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى نفسه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تلك البقعة الطاهرة المباركة من أرض الله عز وجل، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وبادئ ذي بدء أيها الجمع الكريم، قبل أن نتحدث في موضوع لقائنا اليوم، نتوجه بالشكر إلى وزيرنا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ذلك المجهود الرائع الذي أعاد ريادة الأوقاف إلى بيوت الله تبارك وتعالى، فنشكره على تلك اللقاءات والندوات التي أتاحت لنا أن نلتقي بتلك الوجوه الطيبة المباركة على ذكر الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أشكر مقدمنا اليوم فضيلة الأستاذ فوزي عبد المقصود من إذاعة القرآن الكريم على تفضله بالحضور إلينا اليوم، فشكرا له على ذلك المجهود. كما أتقدم بالشكر أيضا إلى زملائي من إدارة أوقاف شبرا الخيمة غرب وشبرا الخيمة شرق، وعلى رأسهم السادة أصحاب الفضيلة مدير الإدارتين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فيقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. فلقد اختار الله عز وجل نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه على سائر الخلق، لذلك صدق نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنا سيد ولد آدم. هل سكت رسول الله؟ كلا، وإنما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وذلك دلالة على تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. كل ذلك إن دل فإنما يدل على مكانة ومنزلة حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. فإذا نظرت أيها الأخ الكريم في كتاب الله تبارك وتعالى، هل وجدت الحق سبحانه وتعالى صلى أو أمر بالصلاة على أحد من الأنبياء كما صلى أو أمر بالصلاة على رسول الله؟ إذا تصفحت كتاب الله من أوله إلى آخره لا تجد الله عز وجل صلى أو أمر بالصلاة على أحد من الأنبياء والمرسلين إلا نبينا ورسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى أي شيء يدل ذلك أيها الجمع الكريم؟ إن دل فإنما يدل على منزلة وقدر ومكانة نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند خالقه وهو الله عز وجل. لذلك روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا حبيب الله، فمن صلى علي صلى عليه الله عز وجل، ومن أراد أن يحبه الحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أمر إلهي ورد به القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على رسول الله أمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم. ولكن حينما تقرأ قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف هي صلاة الله عز وجل على رسوله وما معناها، وكيف هي صلاة الملائكة على رسول الله وما معناها، وكيف هي صلاتنا التي أمرنا الله عز وجل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معناها؟ الأمر الأول، وهي الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، معناها
أنها رحمة الله تبارك وتعالى التي اختصه الله عز وجل بها وفضله بها على سائر الأنبياء والمرسلين. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتلكم هي صلاة الله عز وجل على نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناها طلب الزيادة من الله تبارك وتعالى لرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يعطيه الله عز وجل المزيد من المكانة والتشريف والتعظيم. أما صلاتنا نحن على رسول الله فما أحوجنا إليها لكي يفرج الله عنا همومنا ويفك كروبنا. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكيف أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما شئت. فقال: يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله أجعل لك الثلثين. فقال النبي: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله عز وجل همك ويفرج كربك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة من العباد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي استغفار وطلب للرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من العارفين أنواع وإشراقات وتجليات. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة علي نور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نكثر من الصلاة على رسول الله. فمن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عز وجل عليه بها مئة، وزادك الله عز وجل إن زدت في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضائلها وعجائبها كثيرة لا تحصى، ولكني أترك المجال لأخي وزميلي فضيلة الدكتور زكريا زاهد لكي يكمل لنا فضائل الصلاة على رسول الله. أيها الجمع الكريم، أشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له سبحانه وتعالى، ومن المكثرين للصلاة على رسول الله. شكر الله لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيزا لا تحيط بجلاله الأوهام، صل على سيدنا محمد وعلى آله وبلغه يا ربنا منا السلام. استمعنا إلى هذه الكلمة حول فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف شبرا الخيمة غرب، جاءت ضمن فقرات ليلتنا هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي والذي تقيمه وتنظمه وزارة الأوقاف بمسجد عصفور بشبرا الخيمة غرب بمحافظة القليوبية. أيها الأحباب، وتتواصل النفحات والبركات، نعيش مع ميراث النبوة، نستزيد من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع إلى الكلمة من الدكتور زكريا محمد السيد زاهد من أئمة ووعاظ ومدرسي وزارة الأوقاف. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تعالى قد عظم جناب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن، فلم يذكره الله تعالى إلا بوصف النبوة والرسالة، فقال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين، وناصرك على أعدائك من الكافرين الماكرين. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما ذكر اسمه مجردا أعقب ذلك بوصف الرسالة فقال: محمد رسول الله. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. لقد كان من تعظيم الله تعالى لجناب نبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل رسوله صلى الله عليه وسلم شاهدا على أمته وشاهدا على الأنبياء من قبله وشاهدا على الأمم السابقة، فقال الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يروي لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال: نعم. قال: فقرأت من أول سورة النساء حتى أتيت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فأشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يدرك عظمة المكانة التي أنزله الله عز وجل إياها. لقد عظم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أنه يصلي هو وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولو اقتصرت الآية على هذا الإخبار لكان واجبا علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد صلى على رسول الله من هم أعلى قدرا ومكانة ومنزلة، فكان من الواجب على من هم أقل قدرا ومكانة ومنزلة أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله لم يكتفي بهذا الإخبار، وإنما أمر الله عباده المؤمنين أمرا مباشرا فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله لنا، وهو أمر واجب النفاذ. إن الصلاة من الله تعالى معناها الرحمة، والصلاة من الملائكة معناها الاستغفار، والصلاة من الملائكة معناها الدعاء. رحمة الله تعالى ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رحمة الله شملت كل خلقه، فقال الله: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة الله شملت عباده المؤمنين جميعا في الآخرة، فقال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هنا نجد أن الله عز وجل بعد أن ذكر أن رحمته للمؤمنين جميعا ورسول الله واحد من بين هؤلاء المؤمنين، لكن لما كان رسول الله متميزا على جميع المؤمنين وكان مقدما عليهم ورئيسا لهم، أكرمه الله وأفرده بالذكر وحده ليبين لنا علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهذا كقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم يندرجون تحت الذين آمنوا، لكن لما كان للذين أوتوا العلم فضل على غيرهم، لأنهم يعرفون الناس بالله عز وجل ويعرفون الناس أوامر الله ونواهيه، أفادهم الله بالذكر ليبين لنا مكانتهم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن ملائكة الله عز وجل لا يستغفرون للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما يستغفرون لجميع عباد الله المؤمنين، فقال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكما أمرنا الله تعالى بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر نبيه بأن يصلي على عباده المؤمنين، فقال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كان الناس يأتون بصدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله إذا دعا لأحدهم اطمأنت قلوبهم وهدأت نفوسهم، لأن رسول الله كان يدعو للمؤمنين ولا يدعو للمنافقين. يروي لنا عبد الله بن أبي أوفى قال: كان الناس يأتون بصدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على آل فلان. فأتى أبي بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: اللهم صل على آل أبي أوفى. إن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتاج إليها أكثر من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأننا إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي يصلي علينا هو الله عز وجل. وإذا صلينا صلاة واحدة على رسول الله فإن الله يصلي علينا 10 صلوات، وهذا هو أقل عدد في تضعيف الحسنات، فإن الله قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، لكن الله يضاعف الحسنات إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة منزلة لا تدانيها منزلة، وهي منزلة لا يصل إليها ولا يستحقها إلا عظيم من عباد الله الصالحين. إن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم هي باب من أبواب الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، وإذا ترك الإنسان هذا الباب فكأنما أخطأ طريقا من الطرق التي توصله إلى الجنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، ومن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما بخل على نفسه وحرمها الخير العميم وحرم نفسه من صلاة الله عليه.
لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الصلاة على النبي وسيلة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. استمعنا أيها الأحباب لهذه الكلمة من الدكتور زكريا محمد السيد زاهد من أئمة وزارة الأوقاف. استمعنا إلى كلمته الطيبة، جزاه الله خيرا ونسأل الله له دوام التوفيق. جاءت هذه الكلمة ضمن فقرات ليلتنا هذه من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وتنظمه وزارة الأوقاف تحت إشراف ورعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة لرواد بيوت الله تعالى ومتابعي هذه الليالي على صفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. أيها الأحباب، وختاما لليلتنا المباركة هذه، بعد أن أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر على هذا الحضور الكريم المشرف الطيب وحضور السادة رجال مديرية أوقاف شبرا الخيمة غرب، جزاهم الله خيرا وأسعدنا بهم وبحضورهم دائما. هيا بنا أيها الأحباب نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، نبقى مع الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. صلوا على صلوا عليه، نلت المنى
بل نلت كل النبي صلى الله عليه. أنا يا حبيبي في هواك في هواك في وشهود وجهك يا حبيبي بغيتي ومرادي أنت الوسيلة أنت الوسيلة أنت الشفيع لحضرة المتعالي بشرى لمن بشرى لمن عشق جمال محمد النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب، بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي وصلنا مع حضراتكم إلى ختام ليلتنا هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ممن قام بها ودعا إليها وأشرف عليها وحضرها وسمعها وشاهدها، وأن يجعل كل كلمة قلناها وسمعناها في ميزان حسناتنا مغفرة لذنوبنا وعتقا لرقابنا جميعا من النار. أيها الأحباب، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.